زيرو مسكره والبدايه مفتوح بدي كسره صحيح 100% هلا حيقول لك خلينا معك الفاضي يسكت يسكت حكمة يا أزهر يسكت حكمة يا أزهر فينا وحزن يومية فينا وحزن يومية خلونا نحافظ على السنية اللي كان إلنا 41 عام عم نحافظ على السنية لا أستنى سنية نحن باليوم ال 41 للثورة اليوم بدنا نشد ونحيي أول شيء الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللي عم تدافع وتحمي كل المتظاهرين السلميين. نحن ابتدأنا ثورة سلمية ورح نبقى لآخر رمق ولآخر دقيقة نحن عم رح نكون سلميين. بتمنى من كل الثوار يلي معنا يحافظوا على السلمية ونتخلى عن كل انتماءاتنا الطائفية والحزبية مثل ما اتفقنا من أول يوم وشلناهم على جنب. ونحن اليوم أمن التسكير المؤسسات الرسمية الصيارفة أوجيرو يلي قمة الفساد هي وليبون بوست يلي خصخصوهم الدولة وحرموا القطاع العام من الاستفادة من هذه المؤسسات يلي رح تدر على الدولة أموال طائفة. نحن رح نبقى بالشوارع وبدعي الكل يشاركنا بالساحات بعد الظهر. نتمنى من كل المدارس تكفي التعليم. نحن بعد الظهر متواجدين بالساحات لحتى تشكيل حكومة انتقالية بتكون كلها من اختصاصيين فيها نزاهة. نتمنى من القضاء يرجع يحط ايده بكل عدل وبكل مصداقية كمان معنا. نحن مكملين لحتى تتألف الحكومة. نتمنى من السياسيين يردوا على هالثوار ويسمعونا وتحية للكل. العافية. نحن اليوم جايين من سوار العبدة لحتى نساند اخواننا بحلبة بتسكير كل المؤسسات الرسمية. كل المؤسسات اللي فيها فساد اللي ما بيمشوا ولا معاملة بلا رشاوة بلا ما يقبضوا عليها. وطبعا كمان جايين لنسكر لبون بوست ولنوصل له رساله للمحافظ انه يا بدك تقوم بشغلك صح يا اما ما بقى ممنوع بقى تكون بمكتبك لانه انت سلطه الوصايه والرقابه الاولى على البلديات وقادر انه تطلب اي كشوفات واي اوراق وتوقف على الارض وتشوف المشاريع قد ايه تنفذت وقد ايه رصد لمصاري وتشوف اذا في فساد ولا لا. واكيد في فساد عند البلديات لانه الحرمان معروف والتقصير مبين.